الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، امتن على عباده بمواسم الطاعات ويسر لهم أبواب الخيرات، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عز عليه عنة أمته ومشقتها، فهو رؤوف رحيم بها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى واغتنام العمر في طاعة المولى والحرص على أوقات الزمن الفاضل والتقرب إلى الله فيه بمزيد من العمل، فإن الأيام تسرع بالعبد إلى قبره، وحينها لا ينفعه سوى عمله، فطوبى لمن عمل صالحا فتقبل منه، ويا خسارة من ضيع حياته فيما لا ينفعه. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أمة الإسلام، إن الخلق والأمر من خصائص الربوبية، فالرب تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما شاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، خلق الملائكة وفضل عليهم جبريل عليه السلام، وخلق البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، إن الله سميع بصير. واصطفى سبحانه لعباده من الدين أحسنه وأقومه، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتكفل جل جلاله بحفظ الإسلام من التبديل والتحريف، وجعل من الأسباب الشرعية لحفظه شعائر ظاهرة توارثتها الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولما كانت غاية الإسلام تعبيد الناس لله الواحد الديان، كانت شعائره لتعظيم الرب جل جلاله وذكره وشكره، ويبقى الدين في الناس ما بقيت فيهم شعائره، وكلما كانت الشعيرة أعظم كان تعظيم الله تعالى فيها أكبر وذكره أكثر. إخوة الإيمان، جعل الله تعظيم شعائره دليلاً على تقوى القلب وخشيته، فكلما قوي الإيمان ظهرت شعائر الدين، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمؤمن يعظم شعائر ربه متبعاً هدي نبيه دون إفراط أو تفريط، فأهل الوسطية والاعتدال هم أهل الهدى والامتثال، يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون قول الرب جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
إن الله سميع عليم. وشعائر الله أيها المؤمنون هي أعلام دينه الظاهرة، زمانية كانت أو مكانية أو تعبدية، فما من يوم إلا ونحن نصبح ونمسي على شعائر الله وحرماته. فالشهادتان هما شرط الإسلام وشعاره، وهما معلنتان في كل أذان وإقامة، والأذان شعار الصلاة، فمن ضيع الصلاة فهو مضيع لأعظم الشعائر. قال الأوزاعي رحمه الله: كتب عمر إلى عماله: اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضيعا. والزكاة والصيام من شعائر الإسلام، ومن الشعائر العظيمة الظاهرة شعيرة الحج والعمرة. ومن شعائر الله المكانية بيت الله المعظم، والمقام والملتزم، والصفا والمروة، ومنى ومزدلفة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فعظم سبحانه مكة على سائر البلدان، وجعلها بلده الحرام، وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهي مكة وبكة وأم القرى ومقصد أفئدة الورى. ولقد كان سلفنا الصالح يولون البيت الحرام أشرف تكريم، ويعظمونه أوفى تعظيم، يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوه فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وفي مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ 1 واحدة بمكة. وركبة اسم موضع بالطائف. وقال مجاهد: رأيت عبد الله بن عمر عمرٍ رضي الله عنهما بعرفة، ومنزله في الحل، ومصلاه في الحرم، فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل فيه أفضل، والخطيئة أعظم فيه، فالتبعة عظيمة على ساكن البلد الحرام وزائره، فكما أن الأجر فيه مضاعف، فالوزر فيه عظيم، والغرم بالغنم، ومكة كلها حرم. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحد شعاب مكة، فقال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وسمى الله مكة كلها كعبة معظما لشأنها، فقال: هدياً بالغ الكعبة، أي بالغ مكة. فيا أهل مكة ويا زوار مكة، أنتم تعيشون وتبيتون في كعبة الله وحرمه، فالأمر عظيم، وجلال مكة قديم. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن تعظيم الأزمنة الفاضلة من تعظيم شعائر الله، ونحن في هذه الأيام نعيش في بلد حرام وشهر حرام، فلنعد العدة لاغتنام خير أيام العام التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فعشر ذي الحجة اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها كالحج والأضحية، فضلاً على الأعمال الصالحة من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من مثلها في غيره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. ودلت السنة النبوية على عظم أجر الذكر فيها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنهما جميعًا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري. ومن خصائص عشر ذي الحجة التقرب إلى الله في يوم النحر بالأضحية، وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليها، فمن نوى أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من أول عشر ذي الحجة حتى تذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. معاشر المؤمنين، إن الغاية من تعظيم الشعائر هو توحيد الله تعالى وإقامة ذكره. ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل رمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله لا لغيره، لإقامة ذكر الله لا لغيره. فلا شيء في هذه الشعائر يعلو على توحيد الله وذكره والإخلاص له وتعظيمه، فلا مكان فيها لشعارات الفرقة والحزبية ولا الدعوات الطائفية والسياسية. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وحري بمن قصد المشاعر المقدسة أن يلتزم بالتعليمات التي جعلت للسلامة والمصلحة العامة، والتعاون مع رجال الأمن الذين يبذلون جهدهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، فإن رعاية الحجاج والمعتمرين والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم من أعظم القربات، وهي من أعظم اهتمامات بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بسكينة وطمأنينة، ويعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان بفضلك وجودك وكرمك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم اجز خيرا كل من خدم حجاج بيتك ومن قام على رعاية ضيوفك. اللهم ثقل موازينهم بالحسنات، وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم وأهليهم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.